بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في درس من دروس مادة التربية الإسلامية من مدخل الاستجابة. عنوان درسنا اليوم: الصلاة أحكامها ومقاصدها، أحكام السهو، قضاء الفوائد، وصلاة المسبوق. أهدافنا في هذا الدرس التعرف على أحكام السهو، إدراك كيفية قضاء الفوائد وصلاة المسبوق. أول مرحلة من مراحل هذا الدرس هي التقويم التشخيصي والمراجعة. السؤال الأول: استظهر الشطر الأول والثاني من سورة لقمان. عزيزي التلميذ، يمكنك ذلك من خلال أن تستظهر على أحد أفراد أسرتك أو تسجيل صوتك على مسجل صوتي. التعليمة الثانية: سر بخط بين الفعل ونوعه، هل هو فرض أم سنة؟ الرفع من الركوع، هل هو فرض أم سنة؟ إذن هو فرض. التشهد يعني التحيات، هل هي من الفرائض، من فرائض الصلاة، أم من سننها؟ إذن هي من سننها. قراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة، هل هي من سنن الصلاة أم من فرائدها؟ إذن لا شك أنك توصلت إلى أنها من فرائدها. قراءة سورة بعد الفاتحة، هل هي من الفرائد أم من السنن؟ إذن هي سنة. التكبير عدد تكبيرة الإحرام، التكبير عدد تكبيرة الإحرام، إذن التكبير تكبيرات الانتقال، هل هي من الفرائد أم من السنن؟ إذن هي سنة. قول سمع الله لمن حمده، إذن قول سمع الله لمن حمده من سنن الصلاة. السجود، إذن السجود فرض. الجهر والسر في محلهما، إذن هو سنة. الركوع، هل هو سنة أم فرض؟ إذن هو فرض. تكبيرة الإحرام، إذن تكبيرة الإحرام فرض من فرائض الصلاة. قول سبحان ربي العظيم في الركوع، قول سبحان ربي العظيم في الركوع، إذن هو سنة. ننتقل إلى مرحلة التمهيد. تابع معي هذه الوضعية لنقرأها ونجيب. دخل علي إلى المسجد ووجد الإمام في حالة السجود. دخل علي إلى المسجد ووجد الإمام في حالة السجود. هل ينتظر حتى يرفع الإمام أم يدخل معه؟ إذن دخل علي إلى المسجد ووجد الإمام في حالة السجود كما ترون في الصورة. هل ينتظر حتى يرفع الإمام أم يدخل معه في حالة السجود؟ السؤال الثاني: لما دخل معه، يعني دخل معه في حالة السجود أو في غيرها، نحن ما نعلم الآن، لاحظ أن الإمام سجد سجدتين قبل أن يسلم. إذا لاحظ علي بأن الإمام سجد سجدتين قبل أن يسلم، إذا ماذا يسمى علي في هذه الحالة الأولى؟ الحالة الأولى عندما وجد الإمام في حالة السجود، ماذا يسمى علي؟ وماذا حصل للإمام في الحالة الثانية؟ لماذا سجد الإمام سجدتين قبل أن يسلم؟ في هذا الدرس إن شاء الله تعالى سنتعرف على أحكام هذين الحالتين اللتان وقعتا لعلي. إذا انتبهوا معي على النص الأول من صحيح البخاري ومسلم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
صلى الظهر خمسا، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: وماذا؟ قالوا: صليت خمسا. فسجد سجدتين بعدما سلم. رواه البخاري ومسلم. النص الثاني عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. رواه الإمام البخاري. إذن النص الأول، نقف عند النص الأول من حديث عبد الله بن مسعود. راوي هذا الحديث هو عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله تعالى عنه، صحابي جليل، ما دام أنه روى حديثا مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو صحابي جليل من فقهاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. تولى القضاء وبيت المال في خلافة عمر بن الخطاب رضوان الله تعالى عنه. مات سنة 32 للهجرة ودفن بمقبرة البقيع الموجودة الآن بالمدينة المنورة. نشرح كلمات هذين النصين. قال النبي عليه الصلاة والسلام في النص الأول: صلى الظهر خمسا. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا. ما المقصود بخمسا؟ المقصود بخمسا هنا أي خمس ركعات، خمس ركعات. جاء في الحديث الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة. ما المقصود بالسكينة؟ السكينة المقصود بها هي الهدوء والطمأنينة. نعم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. ما المقصود بكلمة فأتموا؟ المقصود بها فقضوا، يعني صلوا ما فاتكم من الصلاة، يعني فقضوا. إذا النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الأول صلى الظهر خمسا، وتعلمون أعزائي التلاميذ أن الظهر أربع ركعات وليست خمسا، فلما صلى خمسا ثم سلم نبهه الصحابة رضي الله تعالى عنهم فقالوا له: أزيد في الصلاة؟ هل تمت الزيادة في الصلاة؟ هل تمت إضافة ركعة خامسة إلى الأربع ركعات الظهر؟ فقال: وماذا؟ قالوا: صليت خمسا. ماذا فعل؟ سجد سجدتين بعدما سلم. سجد سجدتين بعدما سلم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث زاد ركعة على الركعات المفروضة في صلاة الظهر. كيف عالج هذا النسيان وهذا السهو؟ سجد سجدتين بعدما سلم. إذا مضمون الحديث الأول سجود النبي صلى الله عليه وسلم لسهو الزيادة بعد السلام. إذا سهو الزيادة سجد له النبي عليه الصلاة والسلام بعد السلام. النص الثاني: النبي عليه الصلاة والسلام يوجه المصلين القادمين إلى صلاة الجماعة في المسجد، يوجههم إلى الالتزام بالسكينة والهدوء والطمأنينة، وإذا دخلوا إلى المسجد فليدخلوا إلى الصلاة على أي حال كان عليها الإمام، فما أدركتم فصلوا، وأمرهم كذلك بقضاء ما فاتهم من الصلاة. إذا مضمون هذا الحديث أعزائي التلاميذ هو كالتالي: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإتيان صلاة الجماعة بسكينة والدخول مع الإمام على أي حال وإتمام ما فات. ننتقل أعزائي التلاميذ إلى تحليل ومناقشة محاور هذا الدرس. نترككم مع هذا النشاط سرد سهم بين نوع السجود ودليله المناسب مبينا السبب. إذا عزيزي التلميذ، لدينا حديثان من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الحديث الأول عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم
متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم بنفس الراوي. إذن هذا النص، النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم الظهر، كان يصلي بالصحابة رضي الله تعالى عنهم الظهر، فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس. ما معنى لم يجلس؟ أي لم يجلس للتشهد الأوسط. الظهر كما تعلمون أعزائي التلاميذ فيها كم من ركعة؟ 4 ركعات. لم يجلس عندما صلى ركعتين، لم يجلس للتشهد الأوسط، قام. فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة، حتى إذا أنهى الصلاة، اقتربت ما بقي له إلا أن يسلم، انتظر الناس تسليمه. ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ كبر وهو جالس فسجد، يعني عندما كان جالسا يتشهد كبر فسجد سجدتين ثم سلم، يعني سلم قبل، أي سجد سجدتين قبل السلام. إذن هذا السجود الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول، هل هو قبلي أم بعدي؟ إذن انتبهوا إلى كلمة سجد السجدتين قبل أن يسلم. إذن السجود هو قبلي، السجود قبلي. الحديث الثاني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته، إنسان يصلي فشك في صلاته، إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى 3 أم 4 فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. أخرجه الإمام مسلم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لنا ويبين لنا السلوك أو التوجيه الشرعي في حالة أصاب أحدنا الشك وهو أثناء الصلاة لم يدري كم صلى من ركعة. يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام يبني، يطرح الشك ويبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل، لاحظوا، قبل أن يسلم. إذن هذا السجود هل هو قبلي أم بعدي؟ إذن السجود، لاحظوا، إذن قبلي، إذن السجود قبلي. نعم، ننتقل إلى نشاط آخر أعزائي التلاميذ أعزائي التلميذات، اقرأ وصل بسهم في تحديد سجود السهو المناسب مع التعليم. صليت الظهر 5 ركعات، شخص صلى الظهر 5 ركعات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول الذي قرأناه من حديث عبد الله بن مسعود. إذا ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل سجد قبل السلام أم سجد بعد السلام؟ لا شك أنك تذكرت عزيزي التلميذ أنه سجد بعد السلام. نسيت قراءة سورة الفاتحة، كنت تصلي فنسيت قراءة سورة الفاتحة، نسيان معناه نقصان، إذن السجود يكون قبليا. صليت الصبح 3 ونسيت التشهد الأخير، صليت الصبح 3 ونسيت التشهد الأخير. إذا صليت الصبح 3، الصبح كم من ركعة؟ 2 ركعات، ونسيت التشهد الأخير، إذا هنا زيادة ونقصان، زيادة ونقصان، هل سيكون السجود قبلي أم بعدي؟ إذا السجود سيكون قبلي. نسيت قول سمع الله لمن حمده، نسيت قول سمع الله لمن حمده، إذا السجود هل هو قبلي أم بعدي؟ السجود يكون قبلي. صليت الصبح 3 فقط، إذا السجود بعدي، السجود بعدي لأنك زدت 2 ركعات فوق 2 ركعات المفروضتين في صلاة الصبح. صليت المغرب فلم تدري هل أنت في الركعة الثانية أم في الركعة الأخيرة، إذا وقعت في شك، إذا السجود يكون قبليا. إذا السجود القبلي
يكون عند نسيان سنة مؤكدة. لاحظوا السجود القبلي يكون عند نسيان سنة مؤكدة وليس فرضا، لأن الفرض إذا نسيته يجب عليك أن تعيده، أما السنة المؤكدة تجبر فقط بسجود السهو. إذا السجود القبلي يكون عند نسيان سنة مؤكدة أو الشك في عدد الركعات أو اجتماع زيادة ونقصان كما في الحالة الثالثة. السجود البعدي يكون عند زيادة في الصلاة، عند الزيادة في الصلاة يكون إذا نقصت شيئا من الصلاة أو شككت في عدد الركعات تسجد قبل السلام، وإذا زدت شيئا في الصلاة فيكون السجود بعد السلام. ننتقل إلى نشاط آخر أعزائي التلاميذ. لاحظ وحدد كم من ركعة أدرك المسبوق مع الإمام وكيف يقضيها مع التعليم. إذا لدينا خانة فيها الإمام في صلاة الصبح وعدد الركعات وما يفعل فيها، ولدينا في الخانة التالية المسبوق. إذا لاحظوا الإمام صلى في صلاة الصبح، قرأ بالفاتحة والسورة جهرا في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية قرأ الفاتحة والسورة جهرا ثم تشهد وسلم. المسبوق التحق بجماعة المسلمين في الصلاة في الركعة الثانية، أدرك الركعة الثانية، صلى مع الإمام في الركعة الثانية. إذا أدرك قراءة الإمام للفاتحة والسورة جهرا وتشهد مع الإمام، لأن الإمام الإمام في الركعة الثانية. عندما يسلم الإمام المسبوق لا يسلم، لماذا؟ لأنه مسبوق بركعة تنقصه ركعة. إذن الركعة التي فاتت المسبوق تسمى ركعة فائتة، تسمى فائتة. سيقرأ فيها بالفاتحة والسورة جهرا ثم يتشهد ويسلم ويكون بذلك قد أنهى صلاته. إذن سيستعمل المسبوق في هذه الحالة قاعدة البناء في الأفعال والقضاء في الأقوال. نعم، نشاط آخر أعزائي التلاميذ، لاحظ وحدد كم من ركعة أدرك المسبوق مع الإمام في صلاة المغرب وكيف يقضيها مع التعليم. إذا المسبوق كما تلاحظ أعزائي التلاميذ في الشاشة أدرك الصلاة في الركعة الثالثة، والركعة الثالثة بالنسبة للإمام يقرأ فيها الفاتحة سرا ويتشهد ويسلم. ماذا سيفعل المسبوق؟ يقرأ أيضا الفاتحة سرا ويتشهد، يعني التحيات لله الزاكيات لله الطيبات إلى آخره، ثم دون أن يسلم. عندما يسلم الإمام لا يسلم المأموم. لماذا لا يسلم المسبوق؟ لأنه تنقصه ركعتان، تنقصه ركعتان. إذا ماذا سيفعل؟ كما قلنا سيطبق قاعدة البناء في الأفعال والقضاء في الأقوال. إذا سيبني صلاته كما فعل الإمام، لكنه سيقضي أقوالها، فهو قد فاتته الركعتان الجهريتان اللتان قرأ فيهما الإمام بالفاتحة والسورة جهرا، فكذلك المسبوق سيأتي بهما جهرا، لكنه سيتشهد لأن الإمام تشهد في الركعة الثانية، فهنا قد بنى في الأفعال وقضى في الأقوال. ننتقل إلى نشاط آخر أعزائي التلاميذ، انطلاقا من النشاط السابق لاحظ وميز بين الساهي والمسبوق. نريد أن نميز في هذا النشاط بين الساهي الذي أصاب مسهوا أو نسيان في الصلاة وبين الذي سبقته جماعة المسلمين في الصلاة وفاته شيء من الصلاة. ترك التشهد الأوسط في الصلاة، من فعل ذلك؟ هل هو ساهي أم مسبوق؟ إذن هو ساهي.
وجد الإمام في الركعة الأخيرة من صلاة المغرب. شخص دخل المسجد فوجد الإمام في الركعة الأخيرة، هل هو من ساهٍ أم مسبوق؟ إذن هو مسبوق. وجد الإمام قد رفع من الركوع. إذن وجد الإمام دخل المسجد فوجد الإمام رفع من الركوع، هل يعتبر ساهياً أم مسبوقاً؟ إذن هو مسبوق. وجد الإمام في التشهد الأخير، إذن مسبوق. صلى العصر خمس ركعات، صلى العصر خمس ركعات. العصر كما تعلمون أعزائي التلاميذ أربع ركعات، إذن أضاف ركعة على الأربع، إذن أضاف ركعة خامسة، إذن صلى العصر خمس ركعات، إذن هو ساهي. سلم في الركعة الثانية من صلاة الظهر، سلم في الركعة الثانية من صلاة الظهر، إذن هذا مسبوق أم ساهي؟ إذن هو ساهي. اقرأ الوضع يا عزيزي التلميذ وأجب. شخص نام عن الصلاة، عن صلاة العصر، واستيقظ بعد أذان المغرب بخمس دقائق، فهل يصلي العصر أولا أم يصلي المغرب؟ ماذا نسمي صلاة العصر؟ إذن صلاة العصر التي لم يصليها هذا النائم في وقتها ماذا تسمى بالنسبة له؟ هل يصلي العصر أولا أم يصلي المغرب أولا؟ إذن صلاة العصر في هذه الحالة تسمى الصلاة الفائتة، والمصلي في هذه الحالة الذي فاتته الصلاة حتى خرج وقتها يجب عليه أن يصلي العصر أولا ثم يصلي المغرب. إذن عزيزي التلميذ وصلنا إلى خلاصة هذا الدرس. أحكام السهو، إذن أولا أحكام السهو. السهو نوعان، سجود السهو نوعان، سجود قبلي وهو سجدان يسجدهما المصلي قبل السلام، وحكمه سنة مؤكدة. أسبابه نسيان سنة مؤكدة، الشك في عدد الركعات ركعات الصلاة، اجتماع زيادة ونقصان في الصلاة. سجود السهو البعدي، سجدتان يسجدهما المصلي بعد السلام، وهو كذلك سنة مؤكدة، وأسبابه الزيادة في الصلاة سواء كانت من جنسها كزيادة ركعة أو من غير جنسها كالكلام الأجنبي. المحور الثاني أحكام المسبوق وقضاء الفوائد. تعريف المسبوق، هو المصلي الذي يدخل في الصلاة مع الإمام الجماعة بعد أن رفع الإمام من ركوع الركعة الأولى. المسبوق هو الذي فاتته الركعة الأولى، الركوع في الركعة الأولى. إذا أدرك المسبوق مع الإمام ركعة فأكثر فقد أدرك الجماعة. إذا أتى المسبوق المسجد ووجد الإمام يصلي فإنه يكبر تكبيرة الإحرام ويدخل معه في أي وضع وجده عليه. على المسبوق أن يراعي قاعدة القضاء في الأقوال والبناء في الأفعال كما رأيتم خلال هذا الدرس. فالقضاء في الأقوال هو أن يجعل المسبوق ما أدرك مع الإمام آخر صلاته فيقوم ليأتي بأولها، والبناء في الأفعال هو أن يأتي أو يجعل المسبوق ما أدرك مع الإمام أول صلاته فيقوم ليأتي بآخرها. قضاء الفوائد، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها محافظا على الترتيب. المرجو منكم أعزائي التلاميذ أن تسجلوا هذه المعطيات، هذه الخلاصة على دفاتر دروسكم. إذا تقويما لما رأيناه، بين كيف تتصرف في الحالتين الآتيتين مع التعليم. نسيت التشهد الأوسط من صلاة العصر، كنت تصلي فنسيت التشهد الأوسط، إذن ماذا ستفعل لكي
تصحح أو تجبر هذه الصلاة. أدركت الإمام في الركعة الأخيرة من صلاة الظهر، كنت قادما إلى المسجد فوجدت الإمام في الركعة الأخيرة من صلاة الظهر. الجواب: بالنسبة للحالة الأولى، إذا نسيت التشهد الأوسط من صلاة العصر، الجواب هو أن تتمم صلاتك ثم تسجد سجدتين قبل السلام، لأنك نقصت سنة مؤكدة وهي التشهد. أما في الحالة الثانية، أدركت الإمام في الركعة الأخيرة من صلاة الظهر، أدخل مع الإمام لتكبيرة الإحرام، ولما يسلم الإمام، عندما يسلم الإمام، أقوم وآتي بركعة بفاتحة وسورة سرًا، وأتشهد، ثم أقوم وآتي بركعتين، الأولى بالفاتحة وسورة سرًا، والثانية بالفاتحة فقط سرًا، ثم أتشهد وأسلم، لأنني أطبق قاعدة القضاء في الأفعال في الأقوال والبناء في الأعمال. القضاء في الأقوال والبناء في الأفعال. إذا أعزائي التلاميذ، وصلنا إلى ختام هذا الدرس، ولا بأس أن نكلفكم ببعض البحوث. السؤال الأول: ابحث عن أمثلة للتلوث المادي مبرزا العلاج. ابحث عن أمثلة للتلوث المادي مبرزا العلاج. السؤال الثاني: ابحث عن أمثلة للتلوث المعنوي مبرزا كذلك العلاج. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.